بالتأكيد ستي العزيزة، سوف يقف الاقتصاد العالمي في حال أنه توقفت هذه، جعلت هذه الضربات تتجه باتجاه المصافي والموانئ الموجودة في الخليج، بالتالي سوف يكون هناك توقف تام للاقتصاد، وأساس الموازنة الدولية في هذه المرحلة هو وجود الاقتصاد، ومراحل الاقتصاد تتوزع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا والاتحاد السوفيتي. هذا العنصر المهم، عنصر النفط، يعتبر حقيقة أهم العناصر الأولى في المنطقة كونها المصدر الأول في إمداد العالم بالطاقة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه التهديدات حقيقة ربما هي غير جدية، باعتبار أيضا هناك إشارات من الصحف الإسرائيلية أيضا قبل يومين، جيروسليم وهناك صحف أخرى إسرائيلية قد أظهرت موانئ الجمهورية الإسلامية خرم شهر وخرج، باعتبار أن هناك سوف يكون، طبعا هذه الصور نشرت بدون تعليق، باعتبار أن هناك إشارة إلى أنها ستستهدف هذه الموانئ في حال أنه كان هناك ضربات موجهة إلى الإمارات أو السعودية. ستي العزيزة، الكل يعرف أنه قطر هو مركز القيادة المركزية للقوات الأمريكية في الخليج أو في الشرق الأوسط، أما الإمارات فتعتبر المركز الرئيسي للوكالات الاستخبارات الأمريكية في المنطقة CIA، وبالتالي هذه المنطقتين تعتبر خط أحمر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولن تقبل بالتسامح مع هذا الوضع. طيب سيد الأسعد، يعني نتحدث عن حيثيات الموضوع من ناحية داخلية، هل تقوى بغداد على سيناريو مثيل، سيما وأن النفط يمثل الغالبية العظمى من الموازنة، وبدون التصدير فلن يكون هناك بعد اليوم إمكانية لتوزيع رواتب الموظفين؟ لا بالتأكيد سيدتي، العراق حالة الاقتصادي تعرفين هو بلد ريعي، وبالتالي أنا أعتقد وصلنا إلى نقطة يسمى في القانون التسامح الصفري. هذا القانون يسمى بالتسامح الصفري لأنه يعاقب على الخطأ فورا وبدون تأخير، هذا لإيقاف أي أخطاء موجودة. طبعا هذا التسامح الصفري، أعتقد نحن وصلنا إلى هذه المرحلة بأنه إذا كانت هناك ضربة سوف تكون ضربة فورية في هذه المرحلة. وأيضا هناك الاقتصاد العراقي أساسا هش، لن يتحمل أي صدمة. نحن الآن نعيش الدولار على أعتاب 154,000 دينار عراقي، وسبب لنا حرجا وسببت للحكومة حرج، فكيف في حال إيقاف النفط من التصدير؟ وبالمناسبة هو فقط حقل الرميلة، هو يشكل المفصل الرئيسي في تصدير النفط في العراق. هذا الحقل وحده هو كفيل بأن يوقف كل إمدادات الرواتب والخدمات للشارع العراقي، وبالتالي تعرفين نحن بلد رعي كما قلت، وهذا يسبب يعني حقيقة حتى يصل قد يصل إلى انهيار العملية السياسية في هذه المرحلة. نعم.